حالي دارت جميع التحليات وباقي مشهيه شي حاجه حلوه للسهرات الرمضانيه. اجي نصايبوا هاد لاطاخت هادي اللي بيضه وحده سهله ولذيذه ما غتشبعوش منها. وهاد لاطاخت هادي ضروري خصكم تجربوها حيت سهله بزاف ولذيذه. غناخد لو بول ندير الزبده، عندي السكر الزيت المقادير كلهم مكتوبين لتحت، غنخدم ديك المكونات مزيان مزيان بيدي، ومن بعد كنزيد ليهم واحد البيضه، كنخلط كلشي مزيان وكندوز ندير لهم واحد الرشيشه ديال الحامض الفاني الدقيق، وغادي نديرو شويه الخميره. كنعجن العجينه ديالي حتى كتجمع بهذا الشكل هذا، كنحيد منها واحد المورصو صغير كنديرو في الكونجيلاتور، وما تبقى كنديرو في لو مول. كنحاول نخدمها غير بيدي، نطلع الجنيبات كنقطع الزائد وكنتكها كامله بالفرشيطه وندخلها الفريكو. كناخذ نسيترو الحليب نصايب لا كريم باتيسيير، هنايا كنزيد السكر نخلط كلشي مزيان ونديرها فوق العافيه. لا كريم باتيسيير ديروها تكون جامده واحد شويه، هنا خليتها باقا سخونه، درت شويه ديال لي فرومبواز، نتوما ديروا اللي بغيتوا. الطريف ديال العجينه اللي جمد حكيته فوق لاطاخت باش غطيتها، درت شويه ديال اللوز ايفيلي من الفوق، دخلتها الفران من الفوق ومن التحت حتى طابت ليا وخدات هذا اللون هذا، خليتها حتى بردات، من بعد دزت غبرتها شويه بسكر كلاصي واستمتعوا ليا بواحد لاطاخت اللي لذيذه بزاف. ما تنساوش تصايبوها اليوم وصيفطوا ليا التطبيقات ديالكم.